بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم دكتور محمود عدود، استاذ جراحه العظام والعمود الفقري بكليه الطب. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك فيها، يا ريت لو نقدر نعمل مشاركه للفيديو ونعمل لايك، لو في اي كومنت او تعليقات، لو في عند حضراتكم مواضيع جديده تحبوا ان احنا نناقشها او نتكلم فيها ونبدا مع بعض ان شاء الله. شكرا جزيلا. مفصل الفخ، ده مفصل الفخ عباره عن الحق، حق المفصل، وده راس العظمه، واللي يتحركوا مع بعض يدني ويفرد يبعد. العظمه بتلف يمين وشمال. المفصل دوت لما بيحصل فيه تاكل بنعمل له عمليه تغيير مفصل او كسر لا يمكن انجباره، او احيانا بعد تاكل المفصل مشاكل كتير بتحصل في المفصل الفخ، خصوصا مع الاطفال يحصل حاجه اسمها بيرفز ديزيز، في الكبار بيحصل تاكل لا دموي، ممكن يحصل خشونه في المفصل او تاكل. تاج عملية تغيير مفصل ان احنا بنركب مفصل بحيث ان يقدر يتحرك ويشيل الالم. الحقيقة المفاصل الصناعية عملت طفرة رهيبة جدا في علاج مشاكل مفصل الفخ، ونسبة نجاحها عالية جدا في مفصل الفخ ومفصل الركبة. فيها تفاصيل كتير، في مفاصل لا اسمنتي وفي مفاصل اسمنتية، يعني مفصل لا اسمنتي يعني هو بيتثبت عن طريق حاجه اسمها تسمى الحشر او الامباكشن، ويبتدي العظم نفسه هو اللي يكون عظم حوالين المفصل ويثبته او يتثبت بمسامير. وفي مفصل اسمنتي اللي هو بيكون بيتثبت باسمنت طبي بس يملى الفراغ ما بين المفصل والعظم وبيثبته، وده بيدي حركه سريعه. لكن المفصل اللا اسمنتي يفضل في السن الصغير، ولان احتماليته بتبقى اطول، ولكن هو بيبقى تكلفته اعلى. فيه تغيير مفصل كامل، غير الجزء الاعلى والجزء الاسفل، مفصل تغيير مفصل كامل. وفي احيانا في السن الكبير قوي نحتاج نعمل تغيير نصف مفصل في السن اللي هو بيبقى كبير قوي في السن، و سن المريض الفسيولوجي بيبقى عالي قوي، توقع بالنسبه ليه ان هو المريض يعيش فتره بيكون قليل، فيبقى نصف المفصل يعتبر حل كويس في مثل هذه الحالات. ونتابع مع بعض ان شاء الله. عمليات تغيير مفصل الصناعي الفخ، مفصل الفخ من المفاصل المهمه جدا في حياتنا وفي شغلنا، نقدر نمشي عليه، نتحرك، نطلع سلم، ننزل. بيتكون من الحق وراس العظمه اللي هو هنا ده، اللي هو الفيمورال هيد، ولها نك، لها رقبه، وليها العظمه ديت اللي هي جريتر تروكانتر، والعظمه دي اسمها ليسر تروكانتر. وفي حق المفصل اللي بيركب عليه راس العظمه اسمه الاسيتابلم، يبقى ده اللي بيركبوا مع بعض ويعملوا تمفصل مع بعض ويقدر يتحركوا ويسمح لنا بالحركه وبقيه الانشطه اليوميه. ده الحق بيبقى كبير هذا الشكل، وبيبقى على شكل حرف سي بالانجليزي زي كده، وبيبقى عباره عن عليه غضروف، بيبقى تخين، يبقى ناعم، وبيتحرك على الغضروف الثاني اللي على راس العظمه، يتحركوا بكل حريه. يبقى دي راس العظمه. حق المفصل يبقى ناعم هذا الشكل، املس. احيانا يحصل فيه تاكل فيه ما يبقاش ناعم، يبقى ده يحصل ايروجن في الاستابلم. ده راس العظمه المفروض يكون ناعم املس بهذا الشكل. احيانا بيحصل فيه تاكل يبقى بهذا الشكل، ده فيه تاكل وفيه خشونه والغضروف اللي عليه تاكل. ده من اسباب او دواعي تغيير المفصل الفخ. المفصل بيتحرك على بعضه في المنطقه ديت بكل حريه المفروض، بدون الم، بدون احتكاك، بيتحرك في كافه الاتجاهات. احيانا بيضطر نعمل تغيير مفصل ونركب مفصل مكانه، بيبقى عباره عن الحق بتاع المفصل، وده بيتركب في منطقه الحق الاولانيه وبيتثبت، سواء بيتثبت بنفسه او بيتثبت باسمنت. ده اسمه اسيتابلر كومبوننت اللي هو بيتركب على الحق. وفيه فيمورال كومبوننت اللي هو الجزء الثاني بتاع العظم اللي بيركب في العظمه الكبيره، ده اللي بيدخل داخل عظمه الفخذ نفسها، وده الرقبه، ودي راس المفصل. بيتفتح فتحه في الجنب بهذا الشكل عشان نركب المفصل، وفي عضله بنفصلها عن بعضها، وبعد كده في عضلات جنب المفصل بناخدها بشكل معين، وبحيث ان احنا نقدر نكشف العظمه نفسها اللي احنا هنركب فيها المفصل،
نقوم بعملية تغيير المفصل بحيث ان يتركب الاجزاء ديت مكان الاجزاء المتاكله. يبقى انا في تاكل في المفصل او في كسر في المفصل ويتركب ده الفيمورال كومبوننت بيتركب في المفصل العظمة الفخذ ده اسمها جريتر تروكانتر وده ليسر تروكانتر وده الفيمورال بارت ويبقى المفصل ثابت في المنطقه ديت بحيث ان هو يتثبت هنا والمفصل ده ممكن يكون اسمنتي او لا اسمنتي. ده الحق اهوت وده بيتركب في منطقه الحق الاستابلم وده راس المفصل ده الهيد وده النك ليها اطوال مختلفه ممكن تبقى شورت تبقى لونج حسب ما احنا عايزين وحسب طول المريض عشان يبقى العظمتين المفصلين يبقوا متساويين مع بعض. وبنختبر الحركه اثناء العمليه ان هي تكون سليمه وفي الاتجاهات اللي احنا عايزينها مظبوط. وبعد كده بنقفل ده مفصل الفخذ دي المنطقه دي اسمها جريتر تروكانتر ده بيسمح لك بانك تقدر تمشي تقدر تتحرك تطلع سلالم تنزل. عظمه الحوض ودي عظمه الفخذ وده المفصل اللي هو مفصل الفخذ اللي احنا بنركز عليه ده فيه كبسولات في عضلات بتحركه في اتجاهات مختلفه في حواليه اعصاب في حواليه شرايين وحواليه اورده يبقى عباره عن عظام بتتمفصل مع بعضها. العظمه دي عظمه الحوض ودي اسمها الفيمورال هيد تركب جوه المفصل وده الاستابلم وزي تركيبه مع بعض. دي فيمورال نيك واللي بيحصل فيها كتير كسور والكسر بتاعها بيبقى صعب في التثبيت وليه في بعض النتائج مش كويسه. ودي المنطقه دي اسمها جريتر تروكانتر مهمه جدا وفي غضروف اسمه الارتيكولار كارتليج يبقى ليه تخانه معينه بقى تخين و لما بيحصل فيه خشونة الجزء ده أو الارتيكولار كاتلج ده أو الغضروف ده بيحصل له نوع من التآكل أو نوع من الهلك وبالتالي العظم بيقابل بعضه ويبقى العظم بيحتك مع بعضه فالاحتكاك ده بيعمل ألم وبيخلي فيه إحساس المفروض المفصل ده بيتحرك بدون ألم بيقدر يتني ويفرد ويتحرك بدون ألم. لما بيحصل فيه تآكل والخشونة فبالتالي بيعمل فيه ألم وبيأثر على الحركة وأحيانا بيحصل فيه هشاشة ويحصل فيه تآكل لا دموي في العظمة نفسها عظمة الفخذ وكل دي بتعمل مشاكل بالنسبة للمفصل. في أربطة بتبقى ماسكة المفصل الأربطة ديت مهمة جدا إنها تكون قوية. في كبسولة حوالين المفصل تمسكه وتربط العظام مع بعضها. في عضلات حوالين المفصل تخلي نقدر نحرك المفصل بتاعنا في كافة الاتجاهات. في عضلات اسمها أبدكتورز تقدر تبعد وأبدكتور بتقرب العظم لبعضه يبقى أبدكتورز. وفي حاجة اسمها إليوسوس العظمة دي بتتني المفصل لقدام يقدر يتني. في حاجة اسمها ريكتس فيمورس عضلات فخذ نفسها. في روتيتورز بتلف تقدر تلف عظمة نفسها لليمين والشمال. هامسترينج ان هي تشغل على المفصل اللي فوق واللي تحت. في عصب اسمه الفيمورال نيرف العصب ده اللي بيدي التغذيه العصبيه للعضلات والمفصل ودي دماء في شرايين وفي اورده بتدي دم او بتغذي الرجلين من ضمن بتغذي المفصل ولما بيحصل تاكل فيها او يحصل انسداد فيها يعمل تاكل لا دموي في العظمه ويعمل تاكل في المفصل ده اسمه بروفاندا. انواع بقى من الشرايين والاورده سيركمفليكس وبعدين يعمل ده الارتري في ارتريس اوف ليجامنتم تيرز يدي دم لراس العظمه نفسها ارتري اوف ليجامنتم تيرز بيتحرك في عضلات بيتحركوا دي العضلات ماسكه هنا. وفي حاجه اسمها بيرسا بيرسا دي عباره عن وساده من السائل تمنع الاحتكاك مع العظم واحيانا بيحصل فيها التهاب فيعمل الم واحيانا بنحتاج نعملها حقن في البيرسا دي زي تروكانتريك بيرسا نوع من التروكانتريك بيرسايتس ده جريتر تروكانتريك بيرسا واحيانا مضطر ان احنا نعملها اكسجن نشيلها. اليوسوس عظمه برضو اليوسوس بيرسا في اسكال بيرسا. فالمفصل مهم جدا علشان الحركه والمشي وطلوع السلالم والنزول ومهم جدا معدل الحركه. المفصل بنحافظ عليه نهتم بتقويه عضلات الفخذ عشان يتحرك بشكل كويس. والمفصل ده من اكثر المفاصل اللي متعرضه للكسور والاصابات. احيانا بنحتاج لعمليه تغيير المفصل بنقدر نشيل الاجزاء اللي هي ما تقدرش تنفع ونركب المفصل عشان المريض يقدر يستعيد نشاطه بشكل
افضل، ويقدر يرجع يتحرك ويقدر يمشي ويحمل على رجله وبيحمل على المفصل، والعضلات ترجع لمكانها وبتثبت مكانها. وبعد كده المريض بيحصل عملية إعادة تأهيل ويبتدي إن هو يتعود يمشي كما كان. كان زمان مفصل الفخذ لما يحصل فيه كسر ممكن المريض ما يقدرش يمشي ويفضل طول العمر إن هو يزك على رجله أو يعرج على رجله. المفصل الاصطناعي إدى حل كويس جدا بحيث إن المريض يقدر يرجع لنشاطه ويرجع لحالته بشكل كويس. بشكر حضراتكم على مشاهدة الفيديو، ياريت اللي مش مشترك في القناة يشترك فيها ويضغط على زر التنبيهات ورمز الكل عشان يوصلك كل ما هو جديد او فيديو جديد او بث مباشر. ياريت نعمل مشاركة للفيديو، ولو فيه تعليقات او اقتراح مواضيع جديدة. والقاكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.